السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتعيها أذن واعية، صفحة 41 من سورة البقرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تستطيع أن تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسرني أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك وليا، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. طبعا ننتبه لإيش؟ التفخيم والترقيق، تتابع الحركات، الساكن وزمن الساكن ونطق الساكن على وضع الساكن، الغنن، المدود، الموازنات، كلياتها هذه ننتبه احنا بنقرا. تمام، يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أن فئة كثيرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن
إنك لمن المرسلين. نقرأها بتحقيق زيادة مع التفصيل بعض الأمور، ولكن القراءة اللي أنا قرأتها كافية. إذا قرأتيها معي وكررتيها معي كذا مرة بإذن الله حتتقنيها. نقول: فلما فصل فصل طالوت الطا كل لسان ما عدا طرف اللسان، مخرجها من طرف اللسان، بس الاتكاء وين؟ كل اللسان ما عدا طرف اللسان. التاء مخرج الطاء نفس المخرج، الاتكاء كله على طرف اللسان فقط. تمام؟ بالجنود ننتبه لللام. بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر في حال الوقف، بنهر فمن هذولا التنوين مع الفاء، النون مع الشين نفس الطول، لكن لما جيت عند مني طبعا هذه أطول، اللي هي أكمل ما تكون وشدد. ومن لم في الشنون خلاص أدغنت، ومن لم يطعمه كل لسانك ما عدا الطرف، بس على وضع ايش؟ الساكن. لم يطعمه عمه فإنه مني. كلمة مني هنا تساوي مني في الأولى. طبعا المد مني إلا في هنا المد اللي بنسميه مد منفصل، تقرأيه ممكن بقصر منفصل. إلا من اغترف، من اغترف النون مكسورة ليش؟ إلا من اغترف، من اغترف مني، من اغترف، والله ماني عارفه ليش كسرت هنا لالتقاء الساكنين. انا بعرف من الجارة تفتح، بس هنا اعتقد مجرورة بإلا. تمام، يعني ليس ايش من عند التقاء الساكنين. اعتقد اللي بيعرف هالاشي هذا يكتب لي اياها. إلا من اغترف، المهم من الغيل، من اغترف رفع غرفة بيده، غرفة بيده. انتبهوا للساكن ووضع الساكن وتفخيم الساكن على وضع الساكن. فشربوا منه إلا قليلا منهم، قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا، فلما جاوزه
كتابة حركات، بعديها مدود، والمدود كلها طبيعية بدك تتقني موازنتها. هو والذين آمنوا معه قالوا آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون يا اوعي تقولي يا يظو، قال الذين يظو لا يا بابتسامة، يظنون أنهم ملاقوا أنهم ملاقوا وليس ملاقوا. حتطلع معاكم هيك وانتم مش منتبهين، انتبهوا. ملاقوا الله، سقطت الواو منع الالتقاء الساكن. كم من فئة قليلة، كم من فئة قليلة، النون مع الفاء والتنوين مع القاف طول بعض، لكن الميم مع الميم أطول شوي. أيوة أكمل ما تكون وكاملة. غلبت غا وليس غا غلبت لا غا غلبت والهمس غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فئة كثيرة بإذن الله. هذا اللي بسميه موازن، موازنة غنن، موازنة مدود، موازنة حركات، هاي كلياتها ما حتتعلموها كما يجب إلا بكثرة السماع والترداد مع الشيخ. أحسن طريقة تأخذوا ختمة كاملة مع شيخ متقن. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. كتير بلغتها هاي كتير، بس ما في حدا بسمع إلا من رحم ربي. طيب والله مع الصابرين، وليس والله لا والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. ربنا أفرغ منفصل، يجوز قصر. أفرغ الفاء والغين نفس الطول زمنا، ليش؟ لأنهم رخاوة، بس الفاء مرققة والغين مفخمة. علينا والياء تساوي الغين والفاء في الطول. صبرا الصا مفخمة مطبقة، الباء على وضع الساكن. صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وانتبهوا عند الكافر الكافرين، معناش الإمالة اللي موجودة في ورش، انتبهوا. فهزموهم بإذن الله
قتل داود، مدود طبيعية، جالوت مدود طبيعية، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. أسأل الله التوفيق. ولولا دفع الله الناس بعضهم 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 بعضهم